السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام. نرحب بكم مجددا في هذه التغطية الخاصة لحفل تخريج الدفعة 19 من الطلبة المرشحين بكلية أحمد بن محمد العسكرية، حيث يتفضل سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه، فيشمل برعايته الكريمة هذا الحفل. مثلت كلية أحمد بن محمد العسكرية منذ نشأتها نموذجا رائدا للدمج بين العلوم الأكاديمية والعسكرية الحديثة برؤية ثاقبة ورسالة نبيلة تسعى من خلالها إلى حجز مكانة رفيعة على خارطة المعاهد والكليات العسكرية في المنطقة. كذلك حافظ مرشحو الكلية على مدى السنوات الماضية على إرث هذا الصرح العريق، وكانوا مثالاً للجد والاجتهاد والعطاء المستمر، واضعين نصب أعينهم التفوق من أجل رفعة الوطن ورد الجميل إليه، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى. وبعد قليل مشاهدينا سوف نتابع مع بعض حفل تخريج الدفعة 19 من مرشحي ضباط القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى بكلية أحمد بن محمد العسكرية وما يتضمنه من عروض عسكرية، وتكريم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للمتفوقين. ولهذه المناسبة يسعدنا أن نرحب معنا في الاستوديو بضباط التدريب في الكلية النقيب عبد العزيز محمد الصليطي والملازم أول فهد محمد مسفر العيادي الهاجري. يا مرحبا ومسهلا الله يرحبك يا الله يحييك ويرحب بك يا اخوي فهد. طبعا عبد العزيز النقيب عبد العزيز، وصلنا لمرحله الحسم، عيالنا الان اللي في الميدان مرشحين، وان شاء الله ما نخلص الحلقه الا ان شاء الله قدهم ضباط. في مثل هذه المناسبه، مناسبه التخريج الدفعه 19، نبغي كلمه منك لعيالنا. أول شيء الله يحييك أخوي فهد، وإحنا سعيدين باستضافتك لنا. حق واجب. طبعاً هذا اليوم عندنا يوم يعني لنا الكثير، ترى إضافة نوعية من شباب الوطن إلى القوات المسلحة القطرية. عندنا شباب قطريين مسلحين بالعلم والإرادة والمعرفة، ما شاء الله، جاهزين لخدمة بلدهم الغالي قطر. وهذا اليوم إحنا يعتبر عندنا يوم كبير، وإننا نشوف طلاب من عندنا 4 سنوات تعبوا فيها، والحمد لله يتخرجون بعد ال4 سنوات والجهد اللي بذلوه يشوفون حصد ثمرتهم إن شاء الله. أكيد يمكن الخير مثال، يعني من غير قصور في العالم، ولكن الأمثال تضرب ولا تقاس. وجودك النقيب عبد العزيز صليطي بعد من خيرة الشباب اللي يمثلون وبيض الله وجهك، الآن أصبحت رتبة نقيب، وعيالنا إن شاء الله اللي بيعلقون النجمة اليوم يوصلون لهذه الرتب. وكذلك الملازم أول السمي فهد، يا مرحبا فيك، بك رحب الله فهد. اللهم لك الحمد. دقائق معدودة إلى حضور راعي الحفل سيدي سمو أمير البلاد المفدى لتخريج هذه الدفعة من المرشحين. الدفعة هذه اللي تخرجت ما جاء هذا اليوم بالساهل، صحيح، 4 سنوات، قبل 4 سنوات 50 يوم، وقبل 50 يوم احتمال بعد تكون فترة تأهيلية 45 يوم. نبي نتكلم عن هذا المشوار. طبعا أخوي فهد، بعد مرحلة الاستجداد التأسيسي يلتحقون المرشحين بكلية أحمد محمد العسكرية، يبدأ بالبرنامج الأكاديمي. البرنامج الأكاديمي مدته 4 سنوات، تتخللها مواد عسكرية لمدة ال4 سنوات، ما شاء الله، ويحصل الطلاب على دورتين، دورة الصاعقة ودورة المظلي. دورة الصاعقة ودورة المظلي. دورة المظلي، نعم صحيح. هاي خلال ال4 سنوات. خلال التعاون مع القوات الخاصة المشتركة. ما شاء الله. زين الملازم عبد العزيز، مثل ما احنا عارفين وتوجه سيدي سمو أمير البلاد المفدى في هذا الوطن رؤية قطر 2030 هو الاستثمار في العنصر البشري. أيضا ككلية أحمد بن محمد العسكرية اللهم لك الحمد، مش فقط عسكرية ولكن هناك تخصصات كثيرة في مجالات علمية، أيضا نتحدث عن الاستثمار في الكوادر البشرية. طبعا الاستثمار في الكوادر البشري هو من أهم الأعمدة في رؤية قطر 2030. طبعا توجيه سمو الامير في استثمار الكوادر البشريه من تجارب العالم، دول العالم اللي صارت، انه بين من تجارب دول العالم اللي صارت انه من افضل الاستثمار في العالم هو استثمار في الكوادر البشريه. صحيح. هذا ما نسعى اليه وما تسعى اليه قيادتنا الرشيده. واحنا ان شاء الله يعني قد ما قدرنا نستثمر من الكفاءات اللي عندنا،
ونطور منها ونرفع من كفاءتها في خلال التدريب وخلال البرامج التدريبية اللي نعطيها للطلبة. ما شاء الله، بيض الله وجهكم. ومثل ما ذكرت أيضا هم كفاءات عيالنا الله يطرح فيهم البركة، ولكن لقوا من يرشدهم ويوصلهم إلى الطريق السليم. أي نعم، الحمد لله عندنا كوادر تدريب جيدة، كوادر مؤهلة للتدريب، والحمد لله يعني قدرنا نوصل معاهم لمرحلة أن نشوفهم ضباط يمارسون خدمتهم في بلدهم إن شاء الله بأفضل وجه وأكمل وجه إن شاء الله. بيض الله وجهكم. نرجع للملازم أول فهد. ملازم أول فهد كلية أحمد بن حمد العسكرية دائما يعني رائدة في جميع التخصصات، وهي الكلية الأولى اللي كان كل الكليات اللي شاهدناها في الأيام السابقة تخريج الدفعات كانوا كلهم تحت مظلة أحمد بن حمد العسكرية، لأن أصبحت كل كلية مستقلة. نرجع الآن لتخصصات هذه الكلية، لو تذكرنا التخصصات اللي موجودة. طبعا كلية أحمد محمد العسكرية مستقلة أكاديميا، فيها 9 تخصصات ما شاء الله. تخصص إدارة الأعمال، تخصص المحاسبة، نظم المعلومات، الآي تي، القانون، اللغة الروسية، والتخصصات كلها يعني مفتوحة أمام المرشح. الأمن السبراني من ضمن التخصصات. والأمن السبراني نعم صحيح ما شاء الله. فالمرشح له الحق الاختيار في جميع التخصصات هذه، والتخصصات هذه معتمدة أكاديميا ومن قبل وزارة التربية والتعليم العالي، يعني له الحق أنه يختار أي تخصص هو. ما شاء الله. زين ملازم أول فهد، الآن إذا شفتوا تكدس في تخصص وتخصص فيه يعني نقول هو طبعا أكيد أنها ما تصير، ولكن لمجرد التساؤل، تخصص هذا فيه مثلا 30 مرشح، تخصص هذا فيه 2، تقدرون أنتم كيعني معرفتكم وبحكم اختصاصكم واحتكاككم مع الكثير من المرشحين في السنوات السابقة أن هذا فيه موهبة لكن هو ما اكتشفها، أنت اكتشفها توجه، هل تكون هناك بعض التخصصات أنه لا والله أنت في هذا المجال ولا على رغبة المرشح؟ طبعا الكورس الأول ما يتحدد فيه التخصصات، فيأخذ تقريبا جميع المبادئ، وبناء على درجات الطالب اللي تطلع هو يختار أي تخصص يبقى. فبعد الكورس الأول وبعد ما تطلع الدرجات هو يشوف نفسه ويوجه نفسه في أي تخصص هو مبدع فيه. نعم، وأكيد أنتم مبدعين بيض الله وجهكم، ولنا إن شاء الله تكملة. ولكن الآن مع مشاهدينا خلونا ننتقل إلى ميدان كلية أحمد بن محمد العسكرية مع نديب قناة الريان مشعل حسن. صبحك الله بالخير وعطنا الأجواء عندك. اولا اصبح على زميلي فهد الكعبي، وايضا اصبح عليكم الساده المشاهدين، ويا هلا ومرحبا فيكم اعزائنا المشاهدين متابعين قناه الريان الفضائيه في كل مكان. نعم اليوم انا متواجد في كليه احمد بن محمد العسكريه، حيث يقام اليوم حفل تخريج الدفعه رقم 19، ونفس ما نشوف طبعا الحضور اللي موجود والتكدس الجمهوري الكبير اللي بالخلف، طبعا اعداد هائله جايه تحضر هذا التخريج. نتكلم ايضا عن تنظيم صراحه مميز، وايضا عن أجواء جميلة من الفرحة ومن السعادة تعم المكان بشكل كامل. هي لحظات نفس ما نسميها احنا لحظات الحصاد، نفس ما نتكلمنا قبل يومين في ايضا كلية غانم البحرية، وايضا وامس كانت الكلية الجوية، فحاليا نفس ما نشوف هذه كلية احمد بن محمد، كلها لحظات جميلة في القطاع العسكري، بحيث انه قاعد ينجب ضباط إيداد إن شاء الله ربي ينفع فيهم البلاد والعباد وعساهم على القوة. وطبعا لحظات بسيطة ويبدأ المسير العسكري اللي ننطره، الموسيقى العسكرية شغالة، أجواء ذكرك بأجواء اليوم الوطني والاحتفالات اللي كانت تقام كل سنة في المسير صباحا، جميلة جدا، الحضور الأسري كبير، وهذا اللي عندي لين الحين، ولين ما أرجع لكم مرة ثانية ومعاي ضيف ننتقل ونرجع إلى زميلي فهد الكعبي وضيوف الكرام. لا أنت بيض الله وجهك أخوي مشعل، لا تلومهم، الآن الكل ينتظر هذه الفرحة، ولكن ما عليك، روح لهم وقعد معاهم، إذا ما طلعوا معاك أنت تطلع معاهم. الحين ما خلا منك وبيض الله وجهك. نرجع في الاستديو طبعا مع النقيب عبد العزيز محمد الصليطي والملازم أول فهد محمد العيادي. يا مرحبا بكم مجددا. طبعا كنا نتكلم عن التخصصات ملازم أول فهد، من ضمن التخصصات اللي ذكرتها يمكن لفت انتباهي اللي هي اللغة الروسية، أيضا هذا التخصص بحد ذاته، وهل السنة هي أول دفعة تخصص من اللغة الروسية؟ نعم أخوي فهد صحيح، أول دفعة راح تخرج بتخصص اللغة الروسية هي الدفعة 19. ما شاء الله، بدأ مع الدفعة 19 إلى الدفعات التالية هذه.
فأول دفعة تخرج بالتخصص اللغة الروسية هو الدفعة 19. هل كان مدة تدريبهم الكاملة الأربع سنوات موجودة في كلية أحمد محمد العسكري، ولا كانوا يسافرون روسيا ويرجعون بحكم أن تخصص هذا اللغة الروسية فأكيد أن البلد الروسية يروحون يعيشون أجواءها لغتها مع شعبها كذلك؟ طبعا هم يدرسون في كلية أحمد محمد العسكرية، لكن المتطلب منه كورسين يدرس في جامعة موسكو. ما شاء الله. بعد ما ينهي الكورسين يرجع لكلية أحمد ويكمل باقي الكورسات المطلوبة. بيض الله وجهكم، بالعكس هذا شيء نفخر أن عيالنا في جميع المجالات والاتجاهات وكذلك اللغات المتنوعة في العالم. النقيب عبد العزيز، الآن اللهم لك الحمد عيالنا في جميع التخصصات، وأنتم ككلية أحمد محمد العسكرية يعني تعودنا التخصصات الكثيرة وأيضا المتجددة سنويا. نشاهد الآن مع مشاهدينا جانب من حضور أولياء الأمور هناك في كلية أحمد بن محمد العسكرية في انتظار راعي الحفل سيدي سمو أمير البلاد المفدى لحضوره وتخريج هذه الدفعة 19، وجانب من الحضور من الدول الشقيقة والصديقة هنا أيضا في هذه الكلية. كنا نتكلم عن عيالنا والمرشحين شبابنا الله يطرح فيهم البركة إن شاء الله. أكيد هناك تميز بين شخص وشخص، هناك يعني فوارق، ولكن كل مبدع في مجاله. الأربع سنوات اللي راحت أنتم شفتوا هذا عند شبابنا ووجهتوهم؟ نعم طبعا، عندنا احنا التدريب الناس طبعا سواسية صح، لكن قد ما نقدر نحاول نطلع كفاءات، نعطيهم جرعة تدريب كافية بحيث ان الطالب يشوف نفسه في بعض المهارات ويطور نفسه في بعض المهارات، مثلا في ميادين الرماية البعض يتميز في الرماية، البعض يتميز في حصص اللياقة البدنية، عندنا برنامج محدد على خلال الأربع سنوات في اللياقة البدنية. طبعا بعض الطلبة يحب يطور من نفسه ويصير متميز بحيث انه يقدر حتى يشارك بطولات في الخارج. ما شاء الله. نعم ايضا في الرماية البعض يحب، صارت عنده هواية نفس الرماية، يحب يشارك ويحب يطور من نفسه ويحب يطور من ذهنه بحيث انه يوصل مرحلة كافية في الرماية. ايضا حتى في البرامج الأكاديمية بعض الطلبة يحب يكون متميز متفوق، يحب يكون متميز بين زملاء. طبعا الكل الحمد لله شاد حيله ويحاول يوصل لمرحلة كافية، ولكن لازم في ناس تدور الكفاءة وتدور المراحل يعني المراتب العليا من درجة الامتياز أو جيد جدا، يحاول أنه ما ينزل عنها خلال الأربع سنوات. صدق. والحمد لله قدرنا يعني نطلع كفاءات، وبتشوفون من الناس اللي يتخرجون اليوم منهم اللي بياخذ سيف الشرف، ومنهم اللي بياخذ الأول في الرماية أيضا، والأول في اللياقة البدنية والكفاءة القيادية، هذا كله باجتهادهم خلال الأربع سنوات. بيض الله وجهكم، وأكيد مثل ما ذكرنا أن هناك أيضا سيدي سمو الأمير راعي الحفل أنه راح يسلم هذه الجوائز، فأكيد أنه يكون دافع للمرشحين أنه هو اللي بيكون على منصة التتويج، هذا خلق التنافس أيضا مفيد للمرشحين خلال الأربع سنوات. نعم طبعا المنافسة بين الدفعة الربع يعني كلهم هم يدخلون مع بعض ويتخرجون مع بعض. صحيح. أول شيء تكون صداقة بينهم أخوية أكثر لأنه يعيش معاهم لمدة أربع سنوات. صدق. فتكون المنافسة أخوية، والبعض تحصلهم أصلاً حتى الأول تحصله يدرس الثاني والثاني يدرس الثالث، ويقعدون مع بعض يتساعدون في الدراسة سواء كان أكاديمية أو حتى في حصص اللياقة البدنية، دائماً تكون بينهم حصص مشتركة، وحتى لو خارج البرنامج يعني يقعد يلعب مع ربع رياضة بحيث أن هذه هواية أصلاً صارت بالنسبة صدقت. له يمكن في الكليات اللي طافت الملازمين والنقباء اللي كانوا متواجدين معنا ضيوف، يعني من ضمن الحديث معاهم يقولون بعض المرشحين عنده الكفاءة لكن ما عنده جراءة، هو يوجه السيد لكن ما يطلع. انت هني كدورك كمدرب شلون تطلع مثل هالكفاءات من الخجل او يعني الانطوائية، هم مش انطوائي بمعنى الكلمة ولكن ما يحب الظهور، لكن هو مبدع بحد ذاته. دائما احنا الطلبة عندنا مرشحين الضباط من يدخل سنة اولى الى سنة رابعة يستلم رتب قيادية، يكون مسؤول عن ربعه خلال الاربع سنوات، تجي له فترة على حسب كورس كورسين كل واحد وفترته، فتجي له فرص انه يستلم قائد على ربعه، فدائما هو يشوف في نفسه هالمهاره. طبعا يكون قائد مكلف بمهام وواجباته انه ينفذها كامله، ويقعد مع ربعه وهو اللي يمشي ربعه هو اللي يدرب ربعه، بحكم اذا وصل مرحله سنه ثالثه او سنه رابعه يكون هو مسؤول عن ربعه، فاصلا هو ضابط قبل لا يتخرج ضابط ان شاء الله يعني. ممتاز. وعلى بناء على هذه الفتره يتم تحديد من هو قائد الطابور في حفل الختام؟ نعم، بناء على هذه الفترة يتميزون الناس اللي هم يكونون كفاءة في القيادة، طبعا جميعهم تقريبا كفاءة قيادية أكيد قيادية. أكيد ولكن طبعا صح. نحصل ندور الأكفأ
أي واحد عشان يستلم قائد طابور العرض ويكون متميز ويكون منضبط ويكون يعني خلال مسيرته الأربع سنوات متميز في هذا المجال. طبعا غير متميز في مجالات ثانية، في البعض متميز مثل ما قلت لك مساعة في الرماية، متميز في الرياضة، أكاديمي، كل واحد والمجال اللي هو يرتاح له. لكن هذا الشخص يكون متميز في المشاة، متميز في الضبط والربط، يحب أنه يكون يطلع في هذه الصورة. بيض الله وجهك ملازم عبد العزيز، نروح أو النقيب عفوا عبد العزيز ملازم أول فهد، نجي صوب ذكرنا النقيب عبد العزيز سيف الشرف، تعودنا في كل كلية هناك متفوق في جميع التخصصات يحصل على سيف الشرف من سيدي سمو أمير البلد المفدى، أعتقد لأول مرة في كلية أحمد بن محمد العسكرية راح يكون هناك سيفي شرف. صحيح أخوي، طبعا سيف الشرف ما راح أحد يأخذ إلا هو تعبان عليه. صدقت، فمسيرة الأربع سنوات لازم يكون إنه ملم بجميع المواد العسكرية والأكاديمية ويكون متفوق فيها. ما يكون متفوق فقط في تخصص، نعم، في اللياقة البدنية، في التخصص، في المواد العسكرية، في جميع المواد العسكرية. فطبعا السنة هذه عندنا سيفين، سيف كلية أحمد محمد العسكرية وسيف كلية الأمن السبراني، فراح يكون سيفين التخريج إن شاء الله. ما شاء الله، حق الأمن السبراني. الأمن السبراني هم ثاني دفعة الأمن السبراني. صحيح، أول دفعة تخرجت السنة الماضية والسنة هذه الدفعة الثانية راح تخرج إن شاء الله في ميدان كلية أحمد محمد العسكري. إن شاء الله راح نتكلم أكيد عن بيض الله وجيكم أن هذول لهم أيضا سيف وهذول سيف بحكم أيضا تخصصهم المهم. مشاهدينا الكرام، نتوقف مع هذا التقرير عن كلية أحمد بن محمد العسكرية ونتابع بعده الحوار مع ضيوفنا. كلية أحمد بن محمد العسكرية فكرة خالصة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله، طرحت في السبعينيات وتعد واحدة من أفضل الكليات العسكرية، ومنذ نشأتها في نوفمبر من عام 1996 طورت التخصصات الأكاديمية التي تعكس دورها الرائد في هذا المشروع المطلوب وطنياً، كما ينعكس في التخطيط والبناء والتطوير المستمر لجميع الكليات في البلاد. ولكلية أحمد بن محمد عدة معايير بحكم اهتمامها بالجانب العسكري إلى جانب عنايتها بالجانب العلمي، ولا شك أن المعايير لها تأثير في المخرجات. وأهم ما يميز هذه الكلية أنها تخرج عسكرياً متسلحاً بسلاح العلم، بالإضافة إلى تلقيه برامج التدريب العسكري. ومنذ بداية إنشاء كلية أحمد بن محمد العسكرية وضعت الخطة العسكرية والأكاديمية الخاصة بها، ومع مرور السنين ومواكبة للمتغيرات المعاصرة تطورت الكلية حتى أصبحت صرحاً تعليمياً متميزاً على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. وبعد مرور قرابة 3 عقود نجحت الكلية في إعداد خريجين على أعلى مستوى من الناحيتين العسكرية والأكاديمية، كما نجحت في تخريج قيادات عسكرية مؤهلة ومزودة بأحدث المعارف والعلوم المدنية والعسكرية لتحقيق هدف واحد وهو خدمة الوطن الغالي. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام هذا التقرير اللي تكلم عن كلية أحمد بن محمد العسكرية. نعود مجددا للحديث حول المرشحين اللي إن شاء الله بعد قليل سيصبحون ضباط المستقبل. طبعا ملازم أول فهد، كنا نتكلم قبل أن نقدم التقرير عن السيفين الشرف، تعودنا أن هناك سيف واحد، ولكن بحكم أيضا أهمية هذا التخصص اللي هو الأمن السبراني تم وضع جوائز للمتفوقين في هذا الجانب أو هذا التخصص. نعم، بالنسبة للأمن السبراني هي كلية منفصلة
لكن تخريج المرشحين بيكون مع تخريج كلية أحمد محمد العسكرية. فمرشحين كلية أحمد راح يكون لهم سيف شرف، ومرشحين كلية الأمن السبراني راح يكون لهم سيف شرف. ما شاء الله، يعني الآن يمكن بعد سنوات إذا زاد العدد ولا شيء احتمال يكون أيضا تخريجهم الحالة، احتمال يكون تخريجهم الحالة. بيض الله وجهكم. زين، الآن مع مشاهدي قناة الريان نشوف دخول طابور العرض إلى الساحة في أكاديمية أحمد بن محمد العسكرية، وجانب طبعا تتقدمهم الخيالة، خيالة الكلية، وفي انتظار أكيد دخول المرشحين وأيضا الدفعة 19 والدفعة 20، حيث أن علم الدورة سيسلم من الدفعة 19 إلى الدفعة 20. هذا الذي يجري عادة في الكليات، صح يا النقيب عبد العزيز؟ نعم، الحين دخول الطوابير إن شاء الله. أيوه، وبيدخل يسلمون العلم من الدفعة 19 إلى الدفعة المتقدمة، الآن بتصير خريج إن شاء الله الدفعة 20. ما شاء الله. إنزين، الآن اللي يشوفونهم يمكن المشاهد يكون عنده فضول، خاصة اللي مش عسكري، يقول الآن بداية الطابور دخلوا خيالة، أيضا هناك قسم للخيل والفرسان في الجيش، في أي القطاعات؟ عندنا إدارات كثيرة، خاصة إذا نتكلم على الجانب البري، عندك المدفعية، عندك المشاة، أيضا إيش عندنا؟ دبابات. الدبابات. الآن المرشحين اللي موجودين، شلون أنا أعرف أن هذا ميوله للدبابات؟ لا والله هذا ميوله للمشي، هذا ميوله للمدفعية، هذا يعني هل الجسم له دور؟ هل هو يرغب يقولك والله أنا خاطري أروح المكان الفلاني؟ شلون أنتوا تقيمونهم وتوجهونهم؟ طبعا أخوي فهد، إحنا الطالب عندنا يقعد، قلت لك 4 سنوات، في خلال 4 سنوات يأخذ جرعات تدريبية، وأيضا في السنة الرابعة الطالب يروح يزور الوحدات، أكثرها يروح الوحدات في القوات المسلحة، زيارات ميدانية. زيارات ميدانية. نعم. إحنا نخرج الطالب يكون جاهز إنه يكون قائد فصيل في القوات المسلحة القطرية، يكون يشتغل في أي وحدة في القوات المسلحة القطرية يكون جاهز. ما شاء لكن الله. الوحدة اللي يروح لها هي واجبها إن تأهله إنه يشوف مجال عمله، أو بعد ما يخلص الزيارات الميدانية يزور أغلب أقسام القوات المسلحة. كل طالب وله طموح، يعني في واحد يقول لك أنا والله ودي أروح القوات البرية، في طالب يقول أنا والله ودي أشوف مثلا أي مكان، أي قسم من أقسام القوات المسلحة، فهو يحط له رغبات. وفي طلاب يمكن يقول لك أنا أبقى قد عندك في الكلية. نعم، عندنا طلبة من الكلية، وإحنا طبعا خريجين الكلية أنا وفهد، وإحنا إحنا ضباط في الكلية. الله يعطيكم الصحة. فنشفنا نفسنا راح تروح تخدم مثلا برا، يخدم الطالب، وممكن بعد فترة يجي الكلية، لكن إن الطالب عندنا يتخرج كقائد جاهز يقدر يخدم في أي قسم من أقسام القوات المسلحة. ما شاء والوحدة اللي تستلمه من عندنا، يعني يروح بعد ما يتخرج يروح على الوحدة، الوحدة هي اللي تأهله بحيث إنه يكون قائد عندها، من يوصل لرتبة نقيب، رتبة رايد، إلى أعلى المراتب، يعني بحيث إنه تعطي دورات في هذا الجانب أو هذا التخصص، وإن كان مشاة أو مدفع أو أي لذلك. نعم. يعني أيضا له دورات غير الدورات ياخد اللي كان ياخذها، ياخذ دورات التخصصية حسب الوحدة اللي هو يعمل فيها. يعني زين، الآن نرجع حق الملازم أول فهد، مثل ما ذكر النقيب عبد العزيز، المرشح خلاص أصبح ضابط، اتجه إلى إدارته أو وحدته اللي التحق لها وخذ الدورات، في دورات تأسيسية في هذا المكان. هل هناك أيضا دورات خارجية مع دول شقيقة وصديقة في مجال عمله؟ طبعا من نفس ما ذكر أخوي النقيب عبد العزيز، حنا نخرج المرشح ونخرج الضابط كقائد فصيل. نعم. بعد ما يلتحق في وحدته، في الوحدة اللي هو التحق فيها، يأخذ الدورة التخصصية، وبناء على الدورة التخصصية خلاص يكمل مسيرته العملية. طبعا بالنسبة للدورات الخارجية ومع الدول الشقيقة والصديقة، بناء على وحدته أو الكثيبة اللي هو ضابط فيها. التواصل طبعا إسلام. الطلبة في دفعة 19 شاركوا مع دول شقيقة وصديقة في تمارين خارجية، مثل جمهورية منغوليا وجمهورية رواندا، تمارين بالتعاون معاهم أثناء فترة تدريبهم، بعدها الحين الحمد لله تخرجوا. اللهم لك الحمد، بيض الله وجههم. طيب الآن ذكرنا أن المرشح يمكن في المرحلة الأخيرة أو السنة الرابعة في الوحدة اللي بيلتحق لها، هل هناك يعطونا أيضا خيارات، 4 خيارات يختار منها خيار واحد اللي هو الخيار اللي يميل له أو يشوف نفسه مبدع في هذا المجال؟ نعم، كل طالب يأخذ خيارات، يكتب رغباته اللي يشوفها، وهو بعدين إحنا نحدد نشوف، نأخذ نحصر الناس اللي تبي الوحدات، وبعدها يتوزع من وحدة 4 يعني اللي هو اختارها الطالب،
واكثر الطلبه اللي تخرجوا من عندنا راحوا على رغباتهم يعني. ما شاء الله بيض الله وجيكم. اكيد في اشخاص سبحان الله خلقه الهيه في جميع البشر. في ناس يدري بابداعه ويبدع، وفي ناس مبدعين لكن ما يكتشف نفسه. هل ايضا يكون عندكم توجيه وتوصيه من قبلكم انتم كمدربين بحيث انكم عارفينهم؟ ما شاء الله كان يعني تقعدون معاهم اكثر من الناس كلهم 4 سنوات وشبه يومي معاهم وساعات طويله. اكيد ان هذا تشوف فيه الجانب، هل تقول له انت تبغي المكان الجانب الثاني الان دخول ايضا الخياله علم دوله قطر نشوف نعم علم دوله قطر. هاي المراسم اللي عندكم النقيب عبد العزيز تكلمنا عنها الان دخول هذا. نعم هذا الخيالة عندنا احنا طلبة من عندنا من الكلية ما شاء الله هم يتدربون على الخيل وهم اللي يدخلون دائما علم قطر بالخيل. طبعا اللي يستلمون الحين العلم هم طلبة من عندنا وبيمسكون بيشاركون في التخريج كامل يكون. وما شاء الله بيكون اعتقد السنوات اللي طافت اذا ما خانتني ذاكرة يكون كلية احمد بن حمد العسكرية تسليم علم الكلية نعم. من دفعة إلى دفعة فوق الخيل صح؟ أي نعم. من الدفعة المتخرجة إلى الدفعة اللي راح تصبح خريج إن شاء الله يكون على الخيالة نعم. من الخيالة نعم. طبعا علم الكلية من كل سنة إلى سنة يتسلم من دفعة إلى دفعة صحيح. يعني هذا العلم من الدفعة الأولى الآن الحمد لله إلى الدفعة 19 ما شاء الله. يمكن أكثر عدد دفعات في الكليات كلها، والكليات أيضا كانت مندمجة مع أو يتخرجون من كلية أحمد بن حمد العسكرية سنوات طويلة اللهم لك الحمد. هذا العلم نشوف، تكلمنا نقيب عبد العزيز عن هذا الاجراء او هذا اللي نشوفه على الشاشه. هذا الطالب الحين سلم العلم ايوه وبياخذه من ظهر الخيل بيحطه على الطالب اللي بيمسك العلم وبيمشي فيه اثناء مسير التخريج كامل الين ينتهي التخريج ان شاء الله. ان شاء الله، بيض الله وجهك على هذا التوضيح. كل ما يستجد ويطلع عندنا على الشاشه يعني نتكلم ونوضح للمشاهد ايش الاجراء اللي يقومون به الان. هناك ايضا يعني مثل ما نقول اجراءات او بروتوكول خاص علم دوله قطر، اكيد ان هذا فوق الجميع مرفوع، لكن ايضا اعلام الكليه كانت نازله والان ارتفعت. نعم اثناء السلام الاميري ينزل علم الكليه ويرتفع علم قطر فقط فقط فقط. بيض الله وجهكم على هذا التوضيح. نرجع للاكتشاف المواهب الآن، هل أنتم توجهون بعض المرشحين يقول لك أنا والله خاطري في المكان الفلاني، تقول له صح أنت خاطرك تروح المكان الفلاني، لكن إحنا نشوف إذا رحت في المكان الثاني راح تبدع وتخدم نفسك وتخدم دولتك أفضل. نعم مروا عليكم؟ أي نعم، في بعض الطلبة يشوف نفسه في رغبته أنه يكون قائد فصيل مشاة، أو بعضهم يسمع من الطلاب السابقين مرشحين ضباط يشوف والله أنا بكون في القوات البرية، البعض يقول لا والله أنا بروح والله مكان مثلا في إدارة عامة مثلا إدارة المالية أو إدارة حسب تخصصه الأكاديمي مثلا صحيح. والبعض يقول لك لا والله أنا بكون قائد مثلا في القوات المسلحة مثلا أكون قائد أبي أصير بكرة قائد سرية قائد كتيبة في إحدى الأجهزة الأمنية اللي عندنا في قطر. طبعا الطالب هو مخير لأن قلت لك احنا يتخرج عندنا الحمد لله كقائد جاهز انه يخدم في اي قسم من اقسام القوات المسلحه وحتى الاقسام العسكريه في الدوله يعني. ممتاز، ولكن لا جاء في ارض الواقع، هذا كله يصير في مجالسنا اللهم لك الحمد، عيالنا اخواننا كلهم عيال عمومه وعيال خاله وجماعه ونسابه الكل يعرف الثاني في سوالف المجالس يقول يا ابو فلان يا اخي روح المكان الفلاني انا انصحك تروح المكان الفلاني، وهذا يقول له لا والله خليك انا جربت المكان الفلاني. هذا يصير ويجيكم الولد يبقي كذا مكان من الكلام اللي يوصله، ولكن في ارض الواقع انتم تكتشفون انه لا ابداعه في الجانب الفلاني. نعم دائما احنا نقول حق دائما نقول حق الطالب خل رغبتك الذاتيه هي الاساسيه. ممتاز. ولازم من يدخل الطالب عندنا من سنه اولى نقول له دائما يكون لك هدف، لان احنا نمشي على اهداف ولازم نحققها. يعني احنا يدخل الطالب مثلا سنه 2016 دخل والهدف انه يتخرج 2020، هو يحط له هدف ان 2020 يتخرج انه يكون ضابط قائد فصيل، هو في السنه الثالثه والرابعه يحط في نفسه اهداف ثانيه، يقول انا بكره بتخرج قائد فصيل ابي اكون قائد فصيل في القوات المسلحه مثلا في القوات البريه. ممتاز. لانه يشوف ناس مثلا في القوات البريه راحوا ورابعه وكذا يشوفهم انه وده انه يصير مثلهم، طبعا يشوف قاده انهم مثل يحتذى بهم يعني. فدائما يحط حق نفسه اهداف، وبكره اذا صار قائد في القوات البريه يتمنى يطمح انه يصير قائد كتيبه وهل من مجر يعني. بيض الله وجهكم، واكيد ملازم اول فهد ان هذا انتم يمكن بعد الله سبحانه الاساس بحكم انكم معاهم ميدانيا واكاديميا، اكيد توجيههم ترغيبهم الى الان اللهم لك الحمد نشوفهم على الشاشه
في انتظار التخريج إن شاء الله بعد قليل، بعد وصول حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني راعي الحفل اللي خرج الدفعة 19 من مرشحي كلية أحمد بن محمد العسكرية. أكيد سنوات طويلة وأنت أحد أبناء هذه الكلية، يعني سنة من السنوات الملازم أول فهد كان مرشح، تخرج أصبح ضابط في الكلية، أصبح أيضا مدرب للدفعات القادمة. طبعا اليوم هذا هو اليوم المنتظر. صحيح، يعني أنت من أول يوم تدخل فيه من باب كلية أحمد محمد العسكرية حاط في بالك اليوم اللي احنا قاعدين نشوفه الحين اللي هو يوم التخرج، ففرحة لا توصف، عز الله، شعور لا يوصف. فنتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في حياتهم العملية القادمة بإذن الله. ونقول أكيد الحياة العملية القادمة هي بداية المشوار، اليوم مش نهاية. صحيح، خلاص هذه بداية المشوار ليس النهاية. صدقت، نعم، يعني الآن يمكن عليه الحمل والعبء أكثر. صحيح، من يوم كان مرشح. صحيح، نسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله إن شاء في حياتهم الله المستقبلية بإذن الله. كانوا يوجهون، الحين هو راح يقوم يوجه. نعم، إن شاء الله. نعم، صحيح. طبعا النقيب عبد العزيز، التخريج فرحة، فرحة أهالي، فرحة الشعب، فرحة جماعته، فرحته هو، يعني يمكن بعضهم من البارحة إذا ما مبالغ إنه ما رقد إلى هذه اللحظة. ولكن أيضا ضيف لها لخرجك سيدي سمو أمير البلاد المفدى، هذا أيضا شرف بحد ذاته، يعني الفرحة راح تكون فرحتين وأكثر. حضور سمو سيدي الأمير طبعا هذا أكبر شرف بالنسبة لنا، ومثل ما قال لك أخوي فهد ترى هذا اليوم اليوم المنتظر، عز الله، اللي يدخل في أول ما يدخل كلية يشوف الدفعات اللي قبله تخرج فيحس وده أنه يكون معاهم، فينتظر سنة ورا سنة يشوف تخريج ورا تخريج، يلحق على أربع تخريج لين يجي دوره ويتخرج ويحضر له سمو الأمير. طبعا مشكور، فالطالب يعني تحصله مجتهد عشان يبي الأيام تمر. صدق، يعني يحاول قد ما يقدر يمشي الوقت عنده عشان يحضر هذا اليوم الكبير، لأنه شرف كبير أن حد يحضر له سمو الأمير. صدق، طبعا يحس الطالب أنه أنجز، خلص أربع سنوات، خذ الشهادات فيها، خذ الشهادة الأكاديمية، خذ الشهادة العسكرية، أنجز دورة الصاعقة، أنجز دورة المظلي، فيتخرج الطالب فخور في نفسه أنه خلص الأربع سنوات في وأنجز فيها هذه المهام كلها، ويحضر له سمو الأمير بعد هذا يكمل الفرحة فرحتين. طبعا مشاهدينا الآن مثل ما نتابع ونشاهد على قناتكم قناة الريان الفضائية، وصل في هذه الأثناء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى، ليشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الدفعة 19 من الطلبة المرشحين بكلية أحمد بن محمد العسكرية. ها هو يصل الآن إلى هذه الكلية، أيضا لتستمر دولة قطر بتخريج طلابها البواسل من جميع وزارات الدفاع وأيضا وزارة الداخلية، سنة عن سنة نصل إلى الدفعة 19 في وصول راعي الحفل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني لإذانا لبدء مراسم التخريج. والآن خلونا ننتقل هناك بالصوت والصورة. كلية كتب سلا سلام سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، سلام خذ. Thank you.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرشح ضابط سعد خالد سالم المانع. طابور الخريجين جاهز للتبتيس. سي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النقيب أحمد عبد القادر المطوع عريف الحفل سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القائد العام للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم، أصحاب المعالي والسعادة، ضيوفنا الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي حضرة صاحب السمو، نرحب بكم اليوم في رحاب كلية أحمد بن محمد العسكرية، وأنتم تشرفون حفل تخريج دفعة المرشحين 19. وخير ما نستهل به حفلنا هذا آيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها المرشح ضابط أحمد خالد أحمد من دفعة المرشحين 20. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. كلمة قائد الكلية العميد الركن عبد الهادي محمد ريحيب بن نايفة الهاجري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القائد العام للقوات المسلحة حفظكم الله ورعاكم، أصحاب المعالي والسعادة، زملائي الضباط، أبناء الخريجين، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسعد وتبتهج كلية أحمد بن محمد العسكرية في كل عام بتشريف سموكم الكريم لتشاركوا منسوبي الكلية فرحتهم بتخريج جيل جديد ليكونوا بعون الله كأسلافهم درعاً حصيناً وسوراً منيعاً. مهمتهم الدفاع عن الوطن ومقدراته، وشعارهم الله الوطن الأمير. أيها الحفل الكريم، نشهد هذا الصباح تخريج الدفعة 19 والبالغ عددهم 315 خريجاً، ويشرفنا أن يكون من بينهم إخوان لهم من دولة الكويت وجمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وهي الدفعة الأولى التي تضم خريجين من منسوبي جمهورية العراق، وقد تحصلوا على درجة البكالوريوس في التخصصات العلمية المختلفة المتاحة بالكلية بالإضافة للدبلوم العسكري، علماً بأنها أول دفعة تضم خريجين في تخصص اللغة الروسية. أيها الحفل الكريم، إن كلية أحمد بن محمد العسكرية تجسد في مسيرها المتميز أحد أهم معالم تطوير المنظومة العسكرية الأكاديمية القطرية، حيث أصبحت عضواً رئيسياً في الرابطة الدولية للأكاديميات العسكرية أياما، وقد استضافت في 2 أكتوبر الماضي النسخة 8 من المؤتمر الدولي للأكاديميات العسكرية أيسوما،
الذي شارك فيه 250 باحثا من داخل الدولة وخارجها. ومن جهة أخرى فإن الكلية استطاعت أن تحافظ على الصدارة للمرة الثانية على التوالي كأكبر عدد فاز في جائزة التميز العلمي فئة الطالب الجامعي 2023، الأمر الذي يؤكد تقدم الخطط والبرامج التي يتلقاها المرشحون في الكلية. سيدي صاحب السمو، إن هذا العمل والجهد الكبير ما كان من الممكن أن يتم لولا فضل الله علي لولا فضل الله وتوفيقه أولا، ثم رعايتكم الكريمة ودعمكم اللامحدود، وتضافر جميع جهود الأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة الأخرى. أبنائي الخريجين، عليكم بتقوى الله في السر والعلن والصدق في القول والعمل، وكونوا قدوة صالحة في الانضباط والالتزام والأخلاق، مطيعين لولاة أمركم وقادتكم ورؤسائكم. واعلموا أنكم لم تصلوا إلى نهاية المطاف بعد، وإن مرحلة الجد والبذل والعطاء تبدأ بعد هذه المرحلة، لأن مرحلة الكلية هي مرحلة الإعداد والبناء. سيدي صاحب السمو، لقد تضافرت الجهود في تخريج الدفعة من الخريجين عن طريق تلك المنظومة المباركة من منسوبي الكلية من عسكريين ومدنيين الذين كان لهم الدور البارز والإيجابي، فلهم منا جزيل الشكر. وختاماً، لا يسعني في هذا المقام إلا أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات باسمي وباسم منتسبي كلية أحمد بن محمد العسكرية جميعاً لسموكم الكريم ولجميع الحضور بتخريج هذه الدفعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلية استاريح. تكريم المتفوقين. كلية استعد. الحاصل على سيف الشرف والأول في النتيجة المشتركة والأول في دبلوم العلوم العسكرية والأول في تخصص إدارة الإمداد والتجهيز مكرر، مرشح ضابط مجري حزام محمد نديله المري، وزارة الدفاع. الثاني في النتيجة المشتركة والأول في تخصص علوم الحاسوب، مرشح ضابط محمد عامر محمد سعيد الجابري، وزارة الدفاع.
الثالث في النتيجة المشتركة والأول في تخصص إدارة الإمداد والتجهيز، مرشح ضابط سعيد حمد سعيد عبد الهادي أبو شريدة وزارة الدفاع. الأول على الدول الشقيقة والصديقة والأول في تخصص نظم معلومات الحاسوب، مرشح ضابط وليد علي عبد الجليل علي إبراهيم دولة الكويت. الأول في تخصص القانون، مرشح ضابط محمد بسام حمود الفقهاء المملكة الأردنية الهاشمية. الأول في تخصص الإدارة، مرشح ضابط سلطان علي طويرش الشمري دولة الكويت. الأول في تخصص المحاسبة، مرشح ضابط محمد عارف أسعد أبو العماش المملكة الأردنية الهاشمية. الأول في تخصص العلاقات الدولية، مرشح ضابط أمير خضير عباس جمهورية العراق. الأول في تخصص اللغة الروسية، مرشح ضابط محمد أحمد حسن علي العبد الله وزارة الدفاع. الأول في الرماية، مرشح ضابط ناصر علي يوسف محمد الحمادي وزارة الدفاع. الأول في اللياقة البدنية، مرشح ضابط
مبارك علي مبارك علي حمد سلامة الهاجري وزارة الدفاع. الأول في الكفاءة القيادية مرشح ضابط عبد الرحمن علي عوض النملان وزارة الدفاع. قائد طابور العرض مرشح ضابط سعد خالد سالم مبارك المانع وزارة الدفاع. والآن أوائل أكاديمية الفضاء السبراني الحاصل على سيف الشرف والأول في النتيجة المشتركة والأول في دبلوم العلوم العسكرية والأول في تخصص الأمن السبراني والأول في الكفاءة القيادية مرشح ضابط عيسى محمد عيسى شاهين المناعي وزارة الدفاع. الثاني في النتيجة المشتركة مرشح ضابط بخيت علي بخيت صالح مشعان وزارة الدفاع. الثالث في النتيجة المشتركة مرشح ضابط جار الله حمد جار الله الغفراني المري وزارة الدفاع. الأول في الرماية مرشح ضابط عبد الله حسن عبد الله سلطان الحرمي وزارة الدفاع. الأول في اللياقة البدنية مرشح ضابط راكان عمر خلف سعد الكبيسي وزارة الدفاع. Thank you.
تسليم علم الكلية من الدفعة 19 إلى الدفعة 20. كلية استعد، العلم يتقدم. أسلمكم علم كلية أبد بن محمد العسكرية، ويجب عليكم التحافظ عليه وتصونه. فعاهدكم أن نحافظ على هذا العلم خفاقا عاليا. يتقدم العميد الركن سالم مبارك سالم النويمي الهاجري، مساعد قائد الكلية، بقراءة أمر التعيين. كلية استعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد، عملاً بالمادة العاشرة من قانون الخدمة العسكرية، وبعد العرض على سمو الأمير المفدى والقائد العام للقوات المسلحة يحفظه الله، وافق سموه على ما يلي: أولاً، تعيين خريجية الدفعة 19 من كلية أحمد بن محمد العسكرية المذكورين في الملحق ألف في الكشف المعتمد برتبة ملازم اعتباراً من الأول من نوفمبر من عام 2023 وبأقدمية سنة. ثانياً، تعيين الخريجين المذكورين في الملحق باء في الكشف المعتمد برتبة ملازم اعتباراً من الأول من نوفمبر من عام 2023. هذا والله ولي التوفيق. بسم الله وعلى بركة الله.
بدء مراسم طابور التخرج. كلية استعد، كلية كتفان سرع. أستاذ سموكم ببدء طابور العرض وخروج الخريجين. سي الكلية تتقدم بالنظام البطيء. بطيئاً سر. We'll be right back.
نشيد الكلية. كلية استعد. دخول الضباط الخريجين. كلية استعد. كلية قد فاز. صح. ضباط استعد. ضباط قاتدان سر.
القسم. يعيش سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد مفدى. يعيش سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد مفدى. يعيش سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد مفدى. وفي الختام نبارك لجميع الضباط من وزارة الدفاع وجهاز أمن الدولة والدول الشقيقة والصديقة والحاصلين على المراكز الأولى، ونشكركم يا سيدي تشريف سموكم الكريم حفل تخريج الدفعة 19، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعنا معكم مشاهدينا الكرام حفل تخريج الدفعة 19 من الطلبة المرشحين بكلية أحمد بن محمد العسكرية، حيث تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة هذا الحفل. ونجدد الترحيب بضيوفنا في الاستوديو ضباط التدريب في الكلية النقيب عبد العزيز محمد الصليطي والملازم أول فهد محمد مسفر العيادي الهاجري. يا مرحبا ومسلاكم مجددا. طبعا النقيب عبد العزيز، قبل لحظات طلعنا مع المشاهدين في تخريج المرشحين، الآن في هذه اللحظة أصبحوا الضباط. أول شيء إحنا فرحنا معاهم، عز الله، الله يوفقهم. آمين. وشفنا التخريج صراحة وكانت فرحتنا من فرحتهم، ولأن إحنا عشنا معاهم مرحلة التدريب 4 سنين. صحيح. فهذه فرحة كبيرة بالنسبة لهم ولنا، ففرحتهم فرحتنا واحدة نقول. الله يوفقهم. وطبعا الله. هذه أول محطة لهم في الحياة العملية. صحيح. فنقول نوصيهم طبعا أنه يعني بالمثابرة في العمل والاجتهاد في العمل والجد في العمل ورد الجميل للدولة. صحيح. لأن الدولة ما قصرت معهم، تعبوا 4 سنوات ودربوهم وطلعوا لين وصلوا إلى هالمرحلة. فنقول لهم الله يوفقهم وبإذن الله نشوفهم في أعلى المراتب مناصب العليا إن شاء الله. أكيد أنك أنت مشارك في هذا الحدث في هذا التخريج، أكيد نبارك لجميع الضباط، نبارك لأهاليهم وذويهم وربعهم وجماعتهم، ونبارك لهذا الوطن أيضا ظهور بواسل جدد يمسكون زمام الأمور في دولتنا الحبيبة قطر. أكيد أنه يعني مثل ما باركنا لك والآن تبارك لعيالك وإخوانك، يعز عليهم، يعز عليكم أيضا أنهم يروحون، ولكن في مصلحتهم مصلحة بلادهم. نعم، الله يوفقهم إن شاء الله، ودائما إحنا نبارك لهم ونبارك حق أولياء أمورهم، وهذه ثمرة جهدهم اللي تعبوها في الـ4 سنوات. الله يوفقهم إن شاء الله. اللهم آمين. الملازمة أول فهد محمد العيادي، ألف مبروك، بيض الله وجيهكم أنتم على اللي سويتوه، الآن نشوف ثمرته في هذا تخريج الضباط، يعني دفعة جديدة من الدفعات السابقة، وأكيد هناك دفعات قادمة، ولكن الحمد لله وصلنا اليوم المرتقب لهذه الدفعة. الله يبارك فيك، وجهك أبيض أخوي فهد، وجهك أبيض، ومبارك لأخواننا الخريجين، نسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله، ونقول لهم هذه البداية. صحيح. نسأل لهم التوفيق إن شاء الله في حياتهم المستقبلية إن شاء الله. الآن النقيب فهد، شفنا هذه الدفعة خلاص، يعني الآن اللهم لك الحمد أصبحوا ضباط، الكل بيتجه إلى مجال عمله، هل يكون هناك في السنوات القادمة في الأشهر في الأيام تواصل بينكم ككلية والضباط اللي تخرجوا من هذه الكلية؟ نعم طبعا، هو الآن انتقل من مرحلة إلى مرحلة، انتهى. نعم. مرحلة التدريب كطالب، الآن هو ضابط، وطبعا الكلية بيت الضباط احنا نسميها، دائما الطالب إذا تخرج من عندنا دائما يزورنا في الكلية، مرحب فيه، وأي وقت إذا احتاج شيء طبعا نكون موجودين، وإحنا أخوان له قبل حياته العملية يعني.
ويكون يعني متوفر اي شيء يحتاجه في الكليه دائما يروح الضابط وحدته ممكن يزورنا في الكليه في اي وقت. بيض الله وجهكم اكيد ما لهم قناعه عنكم لا انتم ملازم اول. فهد شفنا ايضا يعني في هذه الدفعه هناك يعني اقسام مختلفه اللي تخرجوا مش فقط يعني من عندكم ايضا اذا تكلمنا على ايضا الامن السبراني هذول خلاص الان في مجال منعزل عن هذه الكليه. صحيح. مرشحين كليه احمد محمد العسكريه ما تم توزيعهم الى الان. الامن السبراني التابعين لسلاح الاشاره. سلاح الاشاره. نعم. وعندنا الاقسام المختلفه عندنا من الدول الشقيقه والصديقه. نعم. هناك مرشحين من الدول الشقيقه والصديقه. فعلا على طاري المرشحين من هذه الدول الشقيقه والصديقه ايضا نبارك لكل من تميز في الاربع سنوات والان بعد هذا التميز واستحق ان يستلم مكافاه من سيدي سمو امير البلاد المفدى على هذا التميز خلال الاربع سنوات. شفنا اعتقد من الكويت والاردن يعني من ضمن المميزين في هذه الدوره. نعم عندنا الطلبه المتميزين من دول الشقيقه والصديقه يجون عندنا وهم معد اخوان يعني. يجون بين اخوانهم ويتدربون بين اخوانهم ويجلسون معاهم اربع سنين وشفنا منهم المتميزين وبعضهم مثل ما شفت اخوي فهد خذ الجوائز مع ربعه وان شاء الله يروحون حق دولهم بوجه مشرف ويخدمون فيها دولهم ان شاء الله بالشكل الصحيح والشكل المطلوب. ان شاء الله اكيد. النقيب او الملازم عبد العزيز النقيب عبد العزيز لاحظنا الان يعني لا تلوموني ترى انا مش عسكري يعني في الرتب لكن بيض الله وجهكم. النقيب عبد العزيز شفنا الدول الصديقة والشقيقة وهناك أيضا تعاون وخاصة مثل كلية أحمد بن أحمد العسكرية هذا التميز وهذا الصرح المميز اللي صراحة كلنا نفتخر فيه سواء كنا في سلك عسكري أو مدني. شلون يتم التواصل مع هذه الدول مع المرشحين من هذه الدول؟ هل مدة الترشيح لهم أيضا نفس عيالنا في قطر أربع سنوات يكونوا متواجدين ولا هناك أمور تختلف؟ نعم دائما يكون بيننا تعاون مع الدول الصديقة والشقيقة نستقطب من عندهم طلبة ويأخذون طلبة من عندنا يتدربون نفسهم نفس الطالب القطري يدخل معاه في مرحلته في نفس المراحل يدخل فيها اللي هي من مرحلة التأسيس من مرحلة الدراسة الأربع سنوات أيضا يدخل معاه الدورات أيضا إذا كان في تمارين مشتركة يروح معاه في التمارين المشتركة يعني حالة من حال المواطن القطري ويتدرب معاه في نفس الكلية أربع سنوات ويتخرج ويروح بلاده يخدم في بلاده اللي هو جاي منها. بيض الله وجهك على هذا التوضيح له أنت النقيب عبد العزيز. كذلك نروح للملازم أول فهد محمد الملازم الآن اللهم لك الحمد وصلنا لمرحلة شفنا الدفعة رقم 20 خلاص أصبحوا هم الآن استعداد يعني المرحلة القادمة. الدفعات نوضح للمشاهدين اللي تخرجوا كانت الدفعة 19 صحيح. تعتبر أقدمية بالنسبة للدفعات السابقة يعني كلون نشوف طبعا مشاهدينا الكرام هذه الصورة التذكارية للضباط المتخرجين من كلية أحمد بن محمد العسكرية مع راعي الحفل سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني. أعتقد هذا الختام الصورة هذه تخلد يا الملازم. صحيح هذه تكون بالذاكرة ما حد ينساها. نعم فنسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله. اللهم ونقول لهم هذه البداية ونوصيهم بالإخلاص والاجتهاد في العمل ونسأل الله لهم التوفيق إن شاء الله في حياتهم العملية. اللهم آمين. فعلا هم الآن اللي محتاجينه هم مثل ما قالوا كلهم وصاته عنده ولكن أصبحوا ضباط أصبحوا الآن مسؤولين. صحيح. يعني يتحملون المسؤولية كان مسؤول عليهم ولكن الآن هم سيصبحون مسؤولين على أشخاص ثانيين. صحيح. يعني اللي استفادوه خلال هذه السنوات الآن الحين بيطبقه في المرحلة الجاية. بيض الله وجهه. فهو بيكون صاحب اتخاذ قرار ومسؤول عن القرار اللي هو بيتخذه فبيكون تحته ناس وهو صاحب القرار وهو مسؤول عن أي قرار راح يتخذه في حياته الجاية إن شاء الله. يعني نقول إن نقيب عبد العزيز الفترة اللي راحت طبعا أكيد بنرجع ونسولف معاكم ولكن أكيد أولياء الأمور والفرحة العارمة بتخريج الضباط ننتقل مرة جديدة إلى كلية أحمد بن محمد العسكرية مع نديب قناة الريان مشعل حسن. مشعل مثل كالعادة أنت موجود في الميدان نغبطك ما نحسدك ولكن فرحتك أكيد نفس فرحة أولياء الأمور عطنا علومك. أولا أنا أتفق معاك تماما زميلي فهد ونعم عدنا مجددا من هني من كلية أحمد وطبعا حاليا قاعد نشوف العدد الكبير اللي جاء وحضر هذا حفل التخرج هذا أعداد كبيرة طبعا موجودة والفرحة تسع الجميع في هذا المكان ولكن معنا أحد الحضور اللي شافوا هذا الحفل وشرفنا باسمك أحمد جابر الشهوي. يا هلا بك. أول شيء مبارك لك. من اللي متخرجة؟ ربعي. ربعك متخرجين.
جيت اليوم تشاركهم الفرحة؟ اي نعم، حاب اشارك الفرحة مع ربعي، وحاب ابارك لاخوي محمد احمد حسن لحصوله المركز الاول في اللغة الروسية، ما شاء الله، وبارك حق اخواني الخريجين جميعا واحد واحد، ما شاء الله. تحدثني عن شعورك اليوم بما ان شايف ربعك متخرجين، ودائما نفس ما يقول البيت الشعر: اختر قرينك واصطفيه تفاخرا، ان القرين الى المقارن ينسبه. فانت اليوم ما شاء الله مختار ناس ونعم فيهم. نعم ونعم فيهم جميع، طبعا الشعور لا يوصف، طبعا هالشعور ما حد يحسه غير اللي قريب منهم خلال هالاربع سنوات. عرفنا شنو شعورهم، شنو اللي عانوا في الكليه من الالف للياء. انت اليوم ربعك اكيد يفضفضون لك عن التحديات اللي صارت، عن المشاكل اللي واجهتهم، عن الاشياء الصعبه. صحيح. فانت حاس بشعورهم اليوم، وهم ما شاء الله صاروا ضباط، وايضا بعد ما يعني نقدر نقول جو في اليوم اللي نعتبره يوم الحصاد. صحيح. اي طبعا بعد ما يتخرجون ينسون كل الالام والصعوبات اللي كانت جايتهم. فعلا فعلا. طبعا احنا نتمنى لهم الخير والتوفيق، وعسى ربي ينفع فيهم البلاد والعباد، وكل التوفيق لهم وياك ان شاء الله اجمعين ان شاء الله، لو وفقهم ان شاء الله ويخدمهم لصالح الوطن والامير ان شاء الله. ان شاء الله كلمه توجهها عن طريق قناه الريان للشباب اللي حابين يدشون، وايضا كلمه تشجيعيه نقول. والله انصحكم في الكليه، ربعي امدحوها. الله يوفقكم ان شاء الله، يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك على كلمتك الطيبه. العفو. يعطيك العافيه. ونعم اعزائي المشاهدين، نفس ما شفتوا يعني حتى مو من اهله، من ربعه، فالفرحه هني نفس ما قلت جميله، وجميل انك انت اليوم تفتخر وتحس بشعور السعاده تجاه ربعك، وايضا باتجاه اي انسان سعيد اخر. احنا كبشر طبيعتنا وفطرتنا اليوم نقدر نقول انها تجبرنا ان احنا نفرح لاي انسان يحصل على انجاز معين تعب عليه، فهذا مجهوده وهذا حقه. واليوم هالضباط هذيل ان شاء الله راح يكونوا خذوا حقهم تماما، وان شاء الله هذه بدايه المشوار لعمل طويل في خدمه الوطن. هذا اللي كان عندي من كليه احمد، حاليا نتوجه الى زميلي فهد، اتمنى اني اسعدكم معي بهذا السعاده. اخوي مشعل بيض الله وجهك، ولا هنت على هذا الكلام وهذه الاطلاله المميزه اللي كنت في الكليات اللي غطيت لنا منها. مثل ما قلت انت، الانسان والشخص السوي يسعد لأي إنسان ناجح، فما بالك من عيالنا خريجين. نعم أنت حضرت ونظرت في الميدان، إحنا فقط نظرنا، ولكن شعورك أكيد أنه مختلف عن شعورنا اللي نجتمع إحنا وياك فيه، الفرحة على هذا التخرج. طبعا وصلنا إلى الختام مشاهدينا الكرام، نشكر النقيب عبد العزيز محمد الصليطي ضابط تدريب بكلية أحمد بن محمد العسكرية. لا هنت وبيض الله وجهك على الحضور. وجهك أبيض، والله يجزاك خير، ونقول لهم الله يوفقهم، وجزاك الله خير على الاستضافة. والله يبارك لهم ان شاء الله، ان شاء الله، وان شاء الله انهم كفؤ ويكونون قدها في خدمه الوطن ان شاء الله. لا انت بيض الله وجهك على هذا الحضور، وهذه قناتك في اي وقت جعل حمان خلا. وكذلك نشكر الملازم اول فهد محمد مسفر العيادي الهاجري ضابط تدريب بكليه احمد بن محمد العسكريه. لا انت بيض الله وجهك. وجهك ابيض، وحنا نشكر قناه الريان على الاستضافه. حق واجب. وبيض الله وجهكم على حسن الاستقبال، ومبارك لاخواننا المرشحين، عسى الله يوفقهم ان شاء الله. اللهم امين. لا انتم بيض الله وجهكم. وكذلك انتم ايضا مشاهدي قناه ريان الفضائيه، نشكركم على حسن وطيب المتابعه، خاصه على مدار ايام تخريج جميع الكليات. الف مبروك للضباط، الف مبروك لاهاليهم. وصلنا للختام، وفي الختام تقبلوا مني ومن فريق العمل اجمل واطيب وارقى تحيه، الى ان نلتقيكم في لقاءات قادمه، فمان الله.